السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد. إن شاء الله في هذا الشرح سنقوم بإصلاح شاحن مثل هذا، شاحن هواوي، فهو شاحن أصلي، يعني فاست سوبر فاست شارجين، يعني خاص بالشحن السريع، 40 واط كما هو مبين أمامكم. وكذلك هو فهو شاحن أصلي من شركة هواوي. فالعطل في هذا الشاحن فهو لا يشتغل، نقوم بتجربته أمامكم. بسم الله، نقوم بتجربته مع هذا الهاتف. عندما نقوم بتوصيله بالكهرباء، ولكن الشاحن لا يشتغل، لاحظوا معي، يعني عاطل تماما. سنقوم إن شاء الله بفتحه ونتعرف على سبب المشكل ونقوم بإصلاحه إذا كان ذلك ممكنا بإذن الله. أما طريقة الفتح إخواني الكرام فسبق لي وشرحتها. تقوم بتمرير قليل من البنزين هنا وتتركه لمدة تقريبا ساعة، وسيفتح معك بكل سهولة بدون أن تقوم بكسره أو أي شيء. لاحظوا معي بهذه الطريقة، يعني يفتح معك بكل سهولة وسلاسة. سنقوم باستخراج هذه البوردة الخاصة به، هذه البوردة، فكما تلاحظون إخواني الكرام فيوجد أثر حريق هنا، يعني بالداخل كما مبين. ونلقي نظرة على هذه البوردة الخاصة بالشاحن، فكما هو مبين فهذا الفيوز أول شيء تبين لنا واتضح أن هذا الفيوز فهو مضروب. سنقوم بتشغيل جهاز الأفوميتر ونختار خاصية الديود والجرس بهذا الشكل. خاصية الجرس يعني أول شيء، ونقوم بفحص هذا الفيوز. هذا الفيوز فهو طرف هنا وطرف هنا، سنقوم بوضع مجس الملتيمتر في هذا المكان، في هذا الطرف والطرف الآخر. لاحظوا معي فهو لا يعطي صفارة، يجب أن يصفر، لأن هذا الفيوز إذا كان شغال في الطبيعة العادية أو في الحالة العادية فهو سيصفر مثل هكذا، إذن الفيوز فهو مضروب. بأنما الفيوز فهو مضروب فضروري أن تكون هذه البريج سنقوم بفحصها كذلك، هل يوجد اي قصر او يعني كود سيركوي. لاحظوا معي لا يوجد قصر، فهذه البريج ايضا فهي مضروبه اخواني الكرام. لاحظوا معي عامله قصر بين الداخل 120 فولت والخارج اللي هو تيار دي سي الزائد والناقص. الدور هذه البريج اخواني الكرام فهي مثلها مثل هذه القطعة، ومثلها يعني مثل بريدج، أو مثلها مثل أربع ديودات، فهي أربع ديودات عبارة عن قطعة واحدة مدموج بداخلها أربع ديودات تسمى بريدج دايود. هذه يعني البريدج فهي مضروبة، تأتي من هذه النقطة، تأخذ تيار من هنا، تحول تيار من دي سي إلى من أسي إلى دي سي. لاحظوا معي هذا الدخل، هذه الرجل خاصة ب 120 فهي ملتصقة أو مربوطة مع هذه الرجل، هذه الرجل الأخرى فهي تأتي من هنا. لاحظوا معي، لا تأتي صفارة، يعني هذا المسار يذهب هناك، مشكلة يعني في المسار. يأتي هذا المسار من هنا إخواني الكرام ويذهب إلى الفيوز، والفيوز محترق، يعني يأخذ من هنا إلى الفيوز. عندما يحترق الفيوز يفصل الضرر، يفصل الكهرباء عن الضرر الإلكتروني لكي لا تتضرر باقي القطع الإلكترونية. فلاحظوا معي فهذا يعني المسار فهو مقطوع أطار الحريق. لاحظوا معي فمقطوع من هنا، لاحظوا معي كما هو مبين. عندما احترق هذا الفيوز فهذا المسار كما هو مبين فهو مقطوع، يأتي من هنا إلى هذا الفيوز، ومن الفيوز يأتي من هذه الرجل. إذا قمنا بفحص هذه الرجل الأولى للفيوز تأتي من هنا،
لاحظ معي، هذا المسار فهو مضروب إخواني الكرام، سنقوم إن شاء الله بتغيير هذه القطعة ونقوم بتغيير الفيوز. نقوم بنزع هذا الفيوز، قمنا بنزعه ونقوم باستبداله بفيوز اخر مثل هذا، فهذه مقاومة فيوزية مثل الفيوز تكون بداخل الكهرباء. سنقوم بنزع هذه المقاومة الفيوزية او هذا الفيوز، وسنقوم باستبدالها مكان التالف. نقوم بوضع على أقل من القصدر، على هذا الشكل استبدلنا الفيوز. الآن سنقوم بتغيير هذه القطعة، قم بتغييرها بواسطة كاوية. أنا الآن سنقوم بتغييرها بهذا يعني الهوت اير. إذن إخواني الكرام، قمنا بتغيير القطع نظرا يعني لطول الوقت، قمت بتغيير جميع القطع والقطع التي تم تغييرها. فكما تلاحظون هذه البريدج فقمنا بتغييرها، هذه البريدج دائما مكان الزائد والناقص يكون يعني جهة المكتف هنا، أما الأصي فهو يكون بداخل 220. وهذه القطع التي قمنا بتركيبها، نقوم بفحص هذه القطع لكي تلاحظوا الفرق عندما نقوم بفحصها. فبها شوط، لاحظوا معي هذا الطرف فهو عامل شوط مع هذا الطرف، لاحظوا معي، لاحظوا معي، يعني طرف الدخل 220 وعامل قصر معه الدي سي. وهذه هي البريج التي قمنا بتغييرها، قمت بنزعها من هذا الشاحن ايضا. قمت بنزعها من هذا المكان، من هذا الشاحن. نقوم بقياسها لتلاحظوا الفرق، لاحظوا معي لا يوجد قصر. وقمنا ب تعويض هذا المسار المضروب او الذي تم يعني تلفه، قمنا بوضع السلك هنا من هذه النقطة الى هذه النقطة الى ناحية الفيوز، ومن الفيوز الى هذه النقطة، وكذلك هذا المسار فهو كان مقطوع ايضا. قمت بوضع سليك صغير من هنا الى هنا لكي تلاحظوا كيف الطريقة. دخل الرجل الاولى 220، هذه الرجل اخواني الكرام هي هذه مثلا، لاحظوا معي هكذا تأتي إلى الفيوز، الفيوز يعطي صفارة إذا كان شغال، عندما يكون محترق لا يعطي صفارة. من هنا إلى هنا إلى هذه الرجل، لاحظوا معي، من هنا الرجل الأولى إلى هنا إلى هنا إلى هنا، وكذلك يعني هذا كل شيء. ونقوم إن شاء الله بتجربته، نقوم بإعادته إلى مكانه. فهذا شاحن أصلي إخواني الكرام، شاحن يعني أصلي. ونقوم بإعادة الغطاء، نقوم بالتجربة إن شاء الله أمامكم. قمنا بإعادة الغطاء ونقوم بالتجربة، فهو خاص بالشحن يعني الشحن السريع، ونقوم بتجربه. وبسم الله نأتي بهذا الهاتف، لأن الهاتف الآخر أنا أقوم بالتصوير به، لاحظوا معي، بسم الله.
لاحظتم إخواني الكرام، أصبح الآن الشاحن شغال. وللأمانة فهذا الشاحن اشتريته فقط بدرهمين من الخردة، فهو عاطل، ولكن الحمد لله يمكنك إصلاحه، لأن هذه الشواحن فهي ثمنها غالي جدا. لاحظوا معي، فالشاحن أصبح شغال، يعني يمكنك الآن تركيب عليه الكابل الذي يكون بهذا الرأس وسيشحن معك الهاتف بسرعة. إذن كان هذا هو شرحنا إخواني الكرام، إلى شرح قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.